خطف. وفي الاونه الاخيره جالنا كتير قوي صور، وجالنا كتير قوي منشورات، لدرجه ان انا قلت لهم طب انا هحوله يعني البرنامج مفقودين. فاكرين القناه الثالثه زمان ما كانت تعمل مفقودين وتروح منزله كده بين الاخبار الصور؟ بس المفقودين دايما دول بيبقوا مثلا ذوي احتياجات خاصه، معاقين ذهنيا، اللي عندها زهايمر وست كبيره وفتحت الباب وخرجت، لكن ما كانش بيبقى اتخطف ويبقى بيبي صغير بيعرفش يتكلم مثلا. وساعات لما الواحده بتشوف ان ابنها مات مثلا، ربنا بيحط صبر في قلبها وخلاص تبقى عارفه انه مات، لكن اتخطف مش عارفه هو فين. بتهيالي حاجه مؤلمه جدا جدا. والظاهره الغريبه جدا ان احنا لما كنا بنعلن عن حد اتخطف او حد مفقود او كان بيرجع، دلوقتي ما بيرجعوش، بيروحوا فين؟ ولو خطف حد وما بيساومش على فلوس بيعمل ايه بالعيل ده؟ بيشحت مثلا؟ طب احنا كان معانا مؤمن اللي بابا عرض 500,000 جنيه، الولد ده راح فين؟ واذا كان حد خطفه وسمع ان هو هياخد 500,000 جنيه ما رجعوش ليه؟ خاف مثلا من البوليس؟ ولا الولد ده ما بقاش موجود؟ ولا ايه؟ انا متهيألي اللي بيعمل حاجة زي كده يعني حسابه عند ربنا عسير بجد بجد، لانها حاجة مؤذية جدا جدا جدا. بس تخيل ان اقرب الناس ليك هو اللي يعمل كده. يعني تخيل مثلا ان جارتك تتفق مع ناس عشان يخطفوا ابنك عشان هي عارفة ان عندك قرشين، تنفع دي؟ جارتك اللي هو النبي وصى على 7 جار، هي اللي تتفق وتنزل ابنك الشارع مع ابنها عشان يتخطف؟ تعالوا نشوف. قولي بقى ابن ايه اللي حصل؟ حياة ولاد ومصر. تكذب؟ لا ما بتكذب. لا ما ده تحلفش. اقسم برب العز. ماشي. انا قاعد في عالي والله، واسال في الشغل، انا مش لما اغيب يوم من الشغل. والاسبوع ده كله. ده اتخطف ولا ما اتخطفش؟ هو اتخطف. مين اللي خطفه؟ اتخطف اللي هم الاثنين اللي هاربين دلوقتي، هم اللي خطفوه من صحابه. وانت ايه علاقتك؟ علاقتي اللي انا عند الساكن، قال جابوه عندي وخلوه عندي. ليه بقى خليته عنك ليه؟ هم من سوهاج وكان اجازه العيد بتاع المسيحيين بتاعتهم، بس المصنع اللي احنا فيه ما بيأجزش. ايوه انت عارف ان هو مخطوف طبعا. انا في بدايه الامر ما كنتش اعرف. بس عرفت. الله ينور. ماشي عرفت. طب وانت عندك عيال؟ انا عندي 3. طب والعيال المخطوف ده ما صعبش عليك طيب؟ والله العظيم ما كنت اعرف ان هو مخطوف. ماشي ما انت عرفت انه مخطوف نص. تمام. ما صعبش عليك بقى؟ بعدها بيومين 3 اللي هو مخطوف. ماشي. وكلمتهم قالوا خلاه عندك، والله العظيم لو حصل الواد حاجه احنا، لانه هم خاطفين التوك توك اتقلب بيهم. ماشي. قالوا احنا ما انت ايه اللي معورك في وشك كده؟ وقعت في الحمام امبارح، لان الحمام ما فيهوش ضلمة ما فيهوش كهرباء، وانا داخل بالليل وقعت امبارح يعني. ماشي. ده ايه انت امر ربنا ده ولا ايه؟ والله لو عامل ذنوب ربنا ينتقم مني. خليت الواد مخطوف عندك انت عارف. انا كنتش اعرف ان هو مخطوف يا مدام. يعني انت عرفت ان هو بعد يومين 3 مخطوف. تمام. حلو. ما خدش الواد ليه من ايده ورحت مسلمه في اقرب قسم؟ هتدبس انا فيه؟ لا دبس فيه ازاي، انت رايح تسلمه. انا قالوا ل وانت كده ما تدبستش فيه؟ كلها مقلوب. ما انا ده امر الله عاد، انا هعمل ايه؟ واللي في سوهاج دول تعرفهم منين؟ زمان كانوا زمايلنا في الشغل. عين. وقالوا لك هيدوك كام بقى من الفلوس؟ ما قالوش هديك ولا ما هديكش، ده هم جابوه على اساس اللي هو ابن اختهم في اول الامر. مش عرفت بعد كده اللي هو في المستشفى، هم واختهم في المستشفى، لكن لان اجازه عيد وبتاع واختهم في المستشفى وما لهاش حد هنا والكلام. وعرفت بعد كده انه مخطوف ازاي بقى؟ ماشي. قالوا يلعب مع اولادك. عرفت ازاي انه مخطوف بعد كده؟ لما جينا الشغل عرفنا ان بهتين مقلوب على الواد وبتاع، لان لما عرفت ان بهتين بقى مقلوب على الواد ما رجعتش الواد ليه؟ ترجعه هتدبس فيه هنا. ايوه. طب لما عرفت انه مخطوف ساوموك قالوا لك هنديك كام؟ مين؟ انا ما كلمتش الراجل ولا كلمته على فلوس نهائي، والبيه يعرف في مكالمه من حصلت اللي انا كلمت الراجل اساسا، ولا في تليفون. التليفون عندك. كانوا هيجوا ياخدوه منك ازاي؟ هم كلامي ليهم، هم جابوه لي يوم الخميس بالليل حوالي الساعه
10 ونص 11 مش كانوا هيرجعوا بقى ياخدوه منك ازاي؟ اول ما دخل عنده البيت قالوا ده واحد مفتوح وهو كان عارف. اول ما دخل انا ما كنتش عارف مصطفى بيه والله العظيم ما كنت عارف حياتي. عارف وقلت له طب ما هو عارف في النص مش فارقه اصلا. والله العظيم ما كنت عارف اول الامر برضه. لا بنضحك على حاجه ثانيه مش على اللي انت قلته. في النص يعلم ربنا في النص ما انت عرفت في النص. ما هو التستر برضه قلت اجيب واتدبس فيه هنا. حلو كانوا هيرجعوا ياخدوه منك ازاي؟ قالوا مالكش دعوه هنرجع ياخدوه لو سلمت. اتفقوا معاك على يعني على يوم ايه يعني ولا ما ادوش ما ادوكش معاد؟ معاد. طب يا حماده انت دورك ايه بقى يا حماده؟ دورك ايه؟ واخد المكنه بتاعتي. مين اللي خد المكنه بتاعتك؟ مجردز. مين اللي كان سايق المكنه؟ مش عارف. جيت من البلد يوم الاحد. ايه؟ جيت من البلد يوم الاحد. مين اللي كان سايق التوك توك واتقلب بيه؟ لا انا ما اتقلبتش بالتوك توك انا يا باشا. يبقى انت اللي اتقلبت بالتوك توك. انا جيت من حد من البلد ومودينا الشقه اللي فيها. انا عشان انا جيت من حد. انت عرفت منين؟ جيت من حد من البلد رحت. مش موجود؟ مين؟ انت. لا يا باشا. ما انت وديتهم الشقه ازاي؟ يوم الاحد جيت عند رحت عند خالي ويوم الاثنين اجيب التوك توك واروح بيه الشغل عشان هم كان معاهم التوك توك راحوا بالسلام. مين اللي كان سايق التوك توك؟ هات شاهد واحد يقول لا اللي احنا كنا في الخط. انت؟ انا ما كنتش موجود في وقت الخط صح بس معانا في الشقه. مين رد بقى؟ والله العظيم كنت بشوف بيسوق التوك توك برضه مجردس. انت عرفت منين الشقه اللي فيها الواد؟ شقه خالي. عرفت ازاي ان الواد هناك؟ وانا رحت عند خالي ومن حد يوم ما جيت من البلد عشان اجيب التوك توك معاهم الاثنين ادي الواد اللي شغال بيه يشتغل بيه. شفت الواد؟ شفت الواد. انه مختفى. مصطفى عليه ورحت قلت له شوف عند خالي ورحنا جبناه مع بعض. هو خرج ده؟ يعني هم خدوا المكنه بتاعت ابن اختك وقعدوا عندك. وانتوا مالكوش علاقه بالموضوع خالص؟ ده اللي معلمه التوك توك سواقه التوك توك اساسا لانه صعبه في الشغل. ماشي بس اكيد عارفين. اكيد بياخد منه المفتاح. اكيد عارفين الموضوع يعني. مشطب احنا من 9 ما واخدين المكنه بتاعته ومقعدينه عندك يعني واثقين فيكم. انا ما بعرفش اسوق تكاتك. جاب الواد وقال ماشي ساب الواد عندك يعني واثق فيك. ايوه واثق فيا. انت عملتي ايه بقى؟ انا ما عملتش حاجه خالص؟ لا انا مبوسي دي جارتي بجيب منها حاجات بالقسط. حلو ماشي. بكل يعني معاملتي هم عاوزوا حاجات قسط جبت لهم. جبت لهم ذهب يعني بالقسط. هي بتبيع حاجات بالقسط جبت لهم. بس هم كانوا عاوزين بقى يعرفوا الواد ودي طبعا جارتي بقى لها كام سنه عمر معاها. ماشي انت ايه دورك في خطف الولد؟ جبت لهم حاجات القسط. هم طبعا عرفوا البيت. انا نزلت ابني كانوا هم واقفين تحت خدوا الواد. يعني ايه مش فاهم؟ مش فاهمه يعني ايه نزلت ابنها فاخدوا له. يعني ابني نزل يجيب حاجه اول مره هو ويوسف طلعوا جابوا الحاجه وطلعوا على طول. يعني انت نزلتي ابنك مع ابنه عشان يخطفوه؟ هما نزلوا. سهلتي الخطف يعني؟ لا مش سهلت الخطف. هو عادي ابني نزل هو ويوسف ماشي. طبعا هي نزلت ابنها مع يوسف مديله فلوس وهي معاهم على الموبايل. اول ما الولد ينزل مع ابنها هترن عليهم يجوا بالتوك توك ياخدوه يمشوا. وده اللي حصل. ولما خدوا الولد وجريوا اتقلبوا بالتوك توك. اخي اللي بينا انا ما كنتش موجود ده اللي اتقلب. طب انت عامل ايه بجارتك كده ليه؟ لا انا عمري ما اعمل حاجه بجارتي. انا ما كنتش عارفه ان هم اللي حاصلين. لا انا ما كنتش عارفه. لما عرفت اتصلت بيهم وقلت لهم لو انتوا خدتوا الواد هاتوه عشان انا خايفه منهم هددوني والمصحف يا مصطفى. ايه بقى ثانيه واحده. ما حلو قوي اللي هي بتقوله ده. يعني انت يعني هقول والله العظيم اقول لك حاجه وانت مش عارفك بيهم اصلا. شغاله معاهم في الشغل هناك. اسال علينا شوف اهلها. يبقى هم اللي ضغطوا عليك تعملي كده. اهلي لو فيهم حاجه وحشه يبقى انا وحشه. لكن انا والله العظيم ما عرفت. والله ما عرفت الا بعديها وقلت لهم هاتوه عشان امه قلبها وجعها وانا كنت بدور. ضغطوا عليكي ان انت ترن لهم عشان يخطفوه من الاول؟ كانوا هم قايلين لي كده وانا ما رضيتش. والله يا مدام ريهام وهي يبقى كانوا قايلين لك بس هي قالت اهي. قاعدين على القهوه يا مصطفى بيهم على طول بيقعدوا على القهوه اللي على الشارع بر. والله ورحمه امي الغاليه. هي قالت اهو. قالت ايوه عرضوا عليا في الاول وده. قلت لهم انا مش عاوزه حاجه عشان انا خايفه منهم. والله العظيم يا مدام ريهام ده انا معايا لؤي ومعايا ملك وحياه ربنا يا مدام ريهام عمري ما اذيها. اشتغلي عندهم ايه؟ لؤي عنده 3 سنين انا شغاله في مصنع بلاستيك. ماشي شغاله بقالي 5 سنين. هما شغالين معاكي يعني؟ طب خايفه منهم في ايه يعني؟ انت عارفه الشباب بيعملوا ايه. وانا والله العظيم قالوا لي هيخربوا بيتي وانا قلت لهم انا. وبيتك يعملوا ايه يعني؟ يخلونا نطلع من جوزي. ازاي يخربوا؟ هو هيقولوا له اي حاجه ويخربوا بيتي. والله العظيم هو ده اللي حصل يا مدام ريهام وحياه ربنا. ما خربوش بيتك كده؟ خربوا لي بيتي وخلوا جوزي كمان معايا وعيالي النهارده جايين لي هيموتوا. والله العظيم يا مدام ريهام في الزياره
والله العظيم ما عملتها حاجه. يوسف انت يوسف التليفونات دي يوسف حبيبي بس الحمد لله سلامة يا يوسف، ازيك؟ قولي لي بقى، لحظات الخطف دي بتبقى مميتة طبعا. مميتة وانا مميتة، انا كنت بموت في قلب الشارع والسرق. عندك غيره؟ معيش الا اربع بنات. ده الحيلة يعني. الحيلة بعد 15 سنة. حصل ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل يوم اختفى ازاي؟ اللي حصل يوم 1/9/1 يوم، كان يوم خميس الساعة 8:30، كنت قاعدة أنا وإيمان جارتنا صاحبتي يعني دي ولا؟ إيمان دي. فطبعا نزلت ابنها ادت ابنها وابني فلوس، نزلوا جابوا حاجات، فشوية العيال طلعوا راحت منزلهم تاني. قلت لها خلاص بقى يا بنتي جابوا حاجات. كان طبيعي إن تنزلهم تاني؟ بصراحة أنا ننسى الصحوبية دي، هي صعبانة عليك حاجة. وما كنتش شاكة في حاجة، ومش بيدي حاجه اعملها لها، اعمل ايه؟ لا يعني انا شايفه انها صعبانه عليكي كصاحبتك برضه. وقلبي بيتقطع، عشان بس اعمل ايه؟ طيب انا ما فيش عندي عز من ابني وعيالي بحالها، هي انا اعمل مش بداية حاجه. فهي نزلت ابني جابوا الحاجه اول مره، راحت منزلهم تاني مره. طبعا بنبص ما لقيناش الولا، فابنها طلع وابني ما طلعش. فقمت انا بقول لهم انزلي هات، قالت لي اخويا على الحجر تحت بياكل الكيكيه. قلت لها انزلي ادخلك اشوف حدش في الشارع. فطبعا هي لسه شاف اخوها، نزلت فتحت الباب الشقه ونزلت، قالت لي ماما مش لاقين يوسف. طبعا اخواته اللي جري كده واللي جري كده قالوا ايه ده، في لسه اللبس اللي انتوا بتقولوا عليه دوت لسه كانت شافينه في توك توك. فطبعا انا زعقت اللي بيقول كده، قلت له انا لما عاديه حد وانا مخصم. هو عنده قد ايه؟ عنده 2.5 سنين. يعني ولا بيتكلم ولا ولا ماما ولا يعني ما يقدرش يتكلم مع حد يعني اصلا. ما لا معانا احنا بس، روش للخال ولا لاي حد معانا. تقول لما يتخطف ما يقدرش يقول عايز ماما عايز بابا، ما يقدرش يقول لماما ولا بابا ولا الحول ولا قوه بيها. يقول ايه الطفل ده؟ يقول ايه لو انا سمعت حسه بيصرخ كنت نزلت جري؟ ما سمعتوش. معاك 10 مليون جنيه؟ طلع 10 مليون جنيه؟ والله ابدا. امال ايه؟ امال ايه الرقم الغريب ده حضرتك؟ والله انا استغربت يعني من الموضوع ده خالص. يعني المفروض ان هي فاهمه وهم فاهمين ان انت اكيد معاك 10 مليون يعني. حضرتك انا ما اعرفهمش خالص، انا ما اعرفش غير هي البنت دي بس، وجوزها شغال عندي في المصنع، وهي يعني احنا نعرفها. يمكن عشان عندك مصنع فتخيلوا ان معاك 10 مليون جنيه؟ مش عارف والله حضرتك، يعني حتى يعني انا عندي مصنع صغنن يعني مش يعتبر ورشه حداده. فطبعا احنا مربينها عندنا من هي قبل ما تتجوز. فحضرتك طبعا انفصلت عندنا من ساعه ما اتجوزت، وفوجئنا بيها من حوالي 4 شهور أو 5 شهور جات لنا، فطلبت ان جوزها يشتغل وكده. نظرا لظروفها الصعبه وبتاع اخذنا جوزها وشغلناه، وهي كانت طلبت شاشه من زوجتي انا، شاشه تلفزيون لها ولوالدها، وطلبت حوالي 2 ذهب زوجتي جابتهم لها بالقسط. طب يمكن كل ما بتطلب حاجه بتجيبهم، ف انا معاك فلوس ولا ايه؟ لا حضرتك هي كانت عارفه ان حتى لما كانت الحاجه بتيجي كانت زوجتي انا تقول لها ما اقدرش ايمان اجيب لك دلوقتي يعني اسبوع لما اجمع مثلا مبلغ واجيب لك حاجه انت عايزها، لانها بتحبها اصلا من زمان يعني. باين انها بتحبها. بس انا لو واحده صاحبتي دلت على ابني هموتها.
تجيب لها بطنها. اه انا شايفاها صعبه، انا مش جايه اهدي نفوس والله، بس انا يعني شايفه ان عينيكي هترغرغ وصاحبتي وبتاع. انا مظلومه ان هم اتمسكوا هنا يعني، حتى لو هي ظروفها الماديه وحشه او حتى لو ضغطوا عليها، مش حاجه في الدنيا تتسبب او تخلي الواحد ضميره يموت ان هو يخلي ابن كده لو ماتت قلب الشارع ومرميه وهي جنبي. ما انا ما صعبتش عليها. دهشنا ان طول فتره غياب يوسف الخمس ايام وهي موجوده معانا، موجوده معانا وبتعيط وبتدور معانا، بس انا خفت منهم. وبعدين حضرتك احنا طبعا يعني طبعا كانت القضيه صعبه جدا، لان احنا حضرتك ملناش اعداء خالص مع حد خالص، مفيش مشاكل مع حد. جيت طبعا مصطفى بيه يوم الحادث على طول، بلغت سيادته بان ابني تم خطفه. ناوي بقى تدفع ولا تعمل ايه؟ هدفع منين يعني؟ ما فيش يعني. وصلوا معاك لكام في الاخر؟ حضرتك ده هو في الاخر خالص كان اخر كلام 1.5 مليون. فكرت تبيع حاجات وتدفع وبتاع؟ هبيع ايه؟ هو قال لي 1.5 مليون يا الولد هيتذبح. طبعا اللي كان بيطمني كان يعني مصطفى بيه والساده المعاونين، لان هم طبعا بصراحه وقفوا جنبنا. حضرتك الاسم ده تقريبا قعد 5 ايام ما ينامش بسبب يوسف. مشاكل، عامل مشاكل انت. رجوعه بقى كان عامل ازاي؟ ما تدهوليش في الحاجات دي ليه؟ كنت عايزه احضر اي فرح. انا كله كش لما نزلنا من هنا ما بقتش مصدقه اللي انا فيه ده. جه خدتيه من هنا؟ لقيت الناس جايبوني. الله يبارك له يا رب مصطفى بيه والظباط كلها، الله يبارك لهم ويوفقهم ويحميهم. جابوا لك على البيت ولا ايه؟ اما مصطفى بيه اتصل بيا وقال لي يا وائل ابنك في حضني. يعني حضرتك لو تشوف التصوير الاقتحام وساعه مصطفى لما كسر باب الشقه ودخل جوه من على السرير، ابني ده لو كان قاعد تاني 24 ساعه كان مات. لان طبعا هم حضرتك كانوا مديله ماده مخدره، الولد كان نايم قعد 5 ايام ما ياكلش. يعني حضرتك احنا مصطفى جابوا المكتب هنا الولد طلب الاكل، جاب له علبتين عصير وتفاحيه وصباع موز اكلهم كلهم. ف ما جابش الاكل خالص الله يسامحه. فطبعا نزليهوش بقى طول النهار. بتتفرجي على برنامجنا ولا ما بتتفرجيش؟ طول النهار نقول يا جماعه ما تنزلوش حد الشارع، ما تسيبوش حد في الشارع. مش هنزل بقى لا كبير ولا صغير تاني خلاص بقى، مش هنزل بجد والله خلاص. احنا في شارع صغنن جدا، عباره عن اهل، ما فيش حد غريب بيخشوا. الاهل اهم، ما هو الاهل اهم حقيقي يعني. ف يعني مش مثلا بيروح مكان بعيد او كده، لا ده هو حضرتك من باب العماره للشقه بس. مش كده كده هو طفل صغير، ما يعني ما ينفعش يتساب لوحده. على العموم الف مبروك، لان كميه العيال المخطوفه المفقوده اللي كل يوم بيجي لنا نشرات عنها. انتوا ربنا بيحبكم جدا. جرب والله الحرقه، جربت والله. كنا هنموت، كنا هيجي لنا جلطه لا اكل ولا شرب 5 ايام. ابوه ما طلعش الشقه. يعني انا حضرتك بقول رجال الشرطه دول جميلهم على دماغي من فوق. ناس بصراحه يعني كلمه بقولها الدنيا بحالها. اقسم بالله وحياه ابني الناس دي قعدت 5 ايام سايبه بيوتها في كل وقت، الساعه 2 بالليل، الساعه 3 بالليل، الساعه 4 الفجر، الساعه 5 الفجر، في تواصل دايما. مصطفى بيطفي على طول معايا. جمال بيت غيدر رئيس الفرع الجنائي موجود معايا برضك على التليفون دايما. برضك الساده المعاونين وائل بيه ومحمود بيه ومحمد بيه حقيقي، وكل رجال اسم تاني شبرا الخيمه. في الاخر ربنا اللي رجعهم. الحمد لله، الحمد لله حقيقي. بجد لان كتير قوي الداخليه بتقعد تدور وكده وما حقيقي. توفيقهم برضو كان بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا ما شفناهوش زي احنا يعني. انا 40 سنه ما شفتش في حياتي رجال الشرطه زي من دول. انا بشكركم جدا والف مبروك على رجوع يوسف. ربنا اللي جوه ساعتك يا باشا، اللي جوه. انت وشك المكتوب ما تعرفش. بس ايه؟
يوسف انت يوسف التليفونات جنبي يوسف حبيبي بس ايه بس خلاص الحمد لله ايه اسمع ايه حبيبي جدا على مجهودك كمان يعني تحكي لنا كده بسرعه الخطف كتير قوي قوي من قضايا الخطف بتتم وما بيتمش العثور على الولاد وناس كتير قوي عامله نشرات على الفيسبوك ان ولادها اتخطفت ففكره ان ان ان, إن رجل من رجال الامن يلاقي طفل دي بقت بالنسبه لنا حاجه انجاز يعني ايه اللي حصل في الموضوع ده؟ هو موضوع الخطف بتاع يوسف ده كان صعب جدا علينا. الموضوع كان كله ان والده جه قال ان يوسف كان واقف قدام البيت وما رجعش. لما نزلنا حققنا كلام الراجل لقينا شهود قالوا لنا ان كان فيه توك توك عدى وبعد ما وخد الولد بعديها بفتره بمسافه من عند البيت كده التوك توك اتقلب. التوك توك اللي اتقلب قالوا كان فيه ثلاثه وفي طفل لابس تيشيرت اصفر ما حددوش ان هو يوسف. لما جبنا مامه يوسف وسالناها برضو قالت ان هو كان لابس تيشيرت اصفر. بدينا نحقق بقى خط سير الهروب نحاول نوصل لخلافات لوائل الوالد يوسف خلافات مامته ايه علاقاته يعني عشان يحصل معاه كده ان هو يتخطف. ما كانش في حاجه ما كانش في اتصالات تليفونيه طبعا لغايه تاني يوم لما جالنا اول اتصال تليفوني طلبوا فيه 10 مليون جنيه طبعا كان مبلغ كبير يعني الناس شكلها ما يعني الناس شكلها هم طبعا الولاد اللي عملوا القصه دي معتقدين ان والد يوسف عنده مصنع في ايوب ومامته بتطلع حاجات بالقسط وكان ان في فلوس تحت القبه شيخ يعني. وهم كانوا ترددوا على البيت عندها عشان يمضوا على ايصالات امانه فطبعا فكروا في الموضوع ان هم يعملوه باتفاق مع واحده مع جارتها وجارتها دي شغاله معاهم في المصنع. اتفقوا ان هم يعملوا القصه ديت. نزلت لؤي ابنها المتهمه عندها ابنها اسمها لؤي اسمه لؤي نزلته مع يوسف تحت اديته 2 جنيه قالت له انزل اشتري حاجات. كانوا هم المتهمين واقفين على اول الشارع بره بتوك توك رنت عليهم وجم خطفوا الولد طبعا وجاب. لما حققنا طبعا اللي جبنا شاهد الحمد لله ربنا كرمنا بشاهد في المنطقه قال ان التوك توك اللي كان خطف الولد توك توك اخضر من ورا ومكتوب عليه من ورا كلمه حماس. لما جبنا حققنا برضو الكلام دوت وصلنا ان التوك توك ده كان جه البيت عند والد المجني عليه. فلما بدانا نسالهم قالت التوك توك ده كان جه مره مع ناس جايين ياخدوا مني حاجات بالبست. لما طبعا عرفنا مين صاحب التوك توك قننا الاجراءات طبعا وضبطناهم. اول ما ضبطنا حماده دوت اللي هو كان سائق التوك توك اللي هو الف التصوير انا ما كنتش موجود خالص حماده واجهناه بالكلام دوت وواجهناه بالاتصالات والموضوع اللي حصل قال فعلا انا كان معايا واحد اسمه راتب وجرجس وخدنا الولد يوم الخميس بالليل الساعه 10 وخدناه على منطقه السلام. خدناه على طول طبعا على منطقه السلام كانوا قاعدين الولد عند خاله في البيت وهو اللي ارشد عن الولد وعن مكان التوك توك كمان مرتكب الواقع وربنا وفقنا الحمد لله. والولد كان لان الولد كان اصلا تعبان وكان اتخطف الخميس جبناه لحد توفيق من عند ربنا يعني الحمد لله.